الحمد لله الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم الطريق الأمم أما بعد فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائد الإسلام ومن ثم أمر به وحص عليه تعليما وتعلما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما ابتغى به وجه الله لا وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به أعظا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الحمد لله الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببعدي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.